السلام عليكم خوتنا وحبابنا، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الخوت، راه مباشره من السوق خميس سيدي الحجاج ولاد مراح، اقليم سطات مزاب، راه بتاريخ الخوت 19 اكتوبر 2023. ما تنساوناش الخوت بالدعم ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو. وتحياتي لكم الخوت، الجوره ديال الشتاء تبارك الله اليوم، والله يرحم فينا الخوت والله يعطينا على قد نفع الخوت. وتحياتي لكم كبيره، وفرجه ممتعه، وراه شلة تمن صابح اليوم الخوت، راه شلة تمن. وتولعوا معنا ان شاء الله ونشوفوا الاثمنه اليوم، وتبارك الله عليكم الخوت، والله يسهل الامور والله يسهل على الجميع. الله يبارك الخوت، عجبنا هذا الحولي. غادي خارج الخوت وقلت حب استاذ الناس، السلام عليكم، كي داير؟ كلشي مزيان؟ الامور هانيه؟ شحال خديت هو خويا؟ 72 ياك؟ 3600 درهم تفاوت اخويا، شوي على الكاميه الله يسخر. الله يبارك، راه 3600 درهم باش غادوا هاد الناس الكسيبه ان شاء الله، الله يسهل عليكم، الله يجيب التيسير. ايوا هذا نقول لك الله يحفظك، راه عجبنا قلنا نشاركوا مع المشاهدين. تبارك الله عليك اخويا، راه 72 الخوت 3600 درهم، الله يبارك، حاولي مليح تبارك الله، الله يسهل عليك اخويا، الله يفيض السلعه. الله يبارك الخوت، ثلاثه الخرفان مليح تبارك الله. قلت لي قال 62 و300 ريال ياك المشره ديالهم هذا، هي 187 الخلاص ديالهم بثلاثه الخوت، الله يبارك، بحالها ب 62 و300 ريال، الله يبارك، هذا المشره ديالهم باش داهم هذا السيد، الله يبارك، الكمامه تبارك الله، اخر فان زينين، الله يبارك الخوت، عطاوك شي حاجه ديال الرباح ولا باقي؟ 3000 ياك اللي عطاوك، 3000 ريال الخوت اللي عطاو رباح، الله يبارك، وما راه المشره ديالهم 62 و300 ريال، الله يبارك، من السوق خميس سيدي حجاج، كي داير كي صابح التمن اليوم؟ شلات تمن ياك، الله يصاوب، والله يعطينا شي روية ديال الشتا إن شاء الله، الله يرحم فينا يا رب، الله يبارك، راه 62 و300 ريال ثلاثة، الله يبارك، والله يسهل عليكم أخويا، الله يبارك. بارك الخوت، فرخ مليح تبارك الله، خويا فتيح كي داير؟ تا خويا ديما المليح، كتجي للسوق كتنقب جوج نعجات، جوج خرفان، نعجة هذا هو ليك، الله يحفظك، شحال عطاوك اخويا ابراهيم؟ فتيح، اللي كتطلب في ياك، من المشرى من هنا ولا جايبي من الدار اخويا؟ من هنايا، قول لنا المشرى واللي بغاه يبيع ويشري معاه غير الرباح، هذا هو ليك، 3500 ياك 70000. وعطاوك 100 درهم، المشرى الخوت راه 70000 3500، وشاطبي تبارك الله، القارن وتبارك الله والوفاية الله يبارك، راه المشرى ديالو الخوت 70 3500، وعطاو 100 درهم هذا هو اللي كاين، وفرخ راه باقي زين، مليح تبارك الله، وقول لنا النمرة ديالك اخويا فتاح، واللي يبغى راه يتواصل معاك إن شاء الله، 06 56 08 48 18. اي مرحبا، النعجات راه صورناهم، راه قلنا النمره ديال ابراهيم، اللي بغاهم راه يتواصل معاك انت ولا ابراهيم، ماشي مشكل، هذا هو اللي كاين، الله يحفظك اخويا، اسنى الحليب شي حاجه راه باينه على، الله يبارك، ورينا اخويا فتح، الله يبارك، الله يبارك، فرخ مليح تبارك الله، فرخ زين، والله يسخر لكم اخويا. يبارك الخوت، خيرات تبارك الله والمليح، شحال اخويا؟ المشرى ياك ولا؟ لا المعطاولة؟ لا بغينا 64. أييه أنت بغيتي 64، 3200 درهم الخوت، الله يبارك، هما ربعة ياك اللي كاينين، أييه ربعة الخوت، بغى فيهم الخوت 3200 درهم، الله يبارك، راه 64000، مليح تبارك الله، والبيع شحال قلت لهم؟ قلت لهم أنت البيع 64، والمعطى عطاوك شي حاجة ولا؟ باقي على الله ياك؟ إيوا هذا هو اللي كاين، الله يحفظك، كي داير السوق اليوم؟ لا ما كاين بيس اليوم، ما كاين بيس، الله يرحم فينا، الله يرحم فينا، هادشي اللي كاين، الله يحفظك، الله ينقرك اخويا. يبارك الخوت، خيرات تبارك الله، السلام عليكم. داير اخويا؟ كلشي مزيان، الامور هانيه، الله يحفظك اخويا. شحال عطاوكم هنا يا اخويا؟ 55 ياك، الله يبارك، راه 2750 درهم، هي شحال فيها من خروف اخويا؟ 10 ياك، الله يبارك، راه 55 الخوت المعطى. 2750 درهم، 10 الخرفان ملايح تبارك الله، الله يبارك، مشرى خويا من هنا ولا كسيبة؟ الفقيه بن صالح ياك، الله يبارك، السلعة ديال الفقيه بن صالح الإخوان، المعطى الخوت راه 2750 درهم، والبيع شحال قلت لهم أخويا؟ باقي شوية ولا؟
يا قلت لي مشريو انت ما قطعتيش باقي ما قطعتيش ايوا هذا نقول لك الله يحفظك الله يسهل عليك اخويا الله يجيب تيسير 70 اللي قلت لهم ياك المليحه بو سعيد بعد ياك ها السلعه مليحه تبارك الله قلت لهم حتى 70 3500 قول ما عطا اخويا شحال عطاوكم كل واحد ويعطي جهده ما عطا ما مقيدش الله يبارك السلعه مليحه تبارك الله الاخوان لفقي بن صالح اخويا هذا قولي كاين لا لا عارف لي كاين الله يبارك السلعه ديال لفقي بن صالح هو هذا قولي كاين قال لهم 70 الخوص والمعطى راه ما مقيتش واحد كاين في الرطاس باش نشاركوا مع المشاهدين اللي كاين هذا قولي كاين والرزاق الله وكدير السوق يوم ابو سعيد الحمد لله الله يجعل شبارك هو هذا قولي كاين تبيع هنا خويا ولا تقول لينا النمره ديالك اللي احتاج شي حاجه راه يتواصل معاك بغات السلعه راه مرحبا هيا قول لينا النمره ديالك هيا زيد علي تواصل معاك ان شاء الله وبغات السلعه راه مرحبا هذا وقولي كاين الله يبارك الله يسهل عليك اخويا الله يجيب تيسيره الله يبارك الخوت الجناع جات مليحات تبارك الله سي ابراهيم كي داير كلشي مزيان امور هانيه مرحبا اخويا كلشي على الفم اه كلشي على الفم قول لي نادي اش دايره في السنه اخويا ابراهيم جموع صغير ياك كاين شفوع لا مدفوع دافع ياك اييه هادي جموع صغير هذا قول لي كاين باش يعرفوا المشاهدين اللي كاين راه جموع صغير هاد الجوجات راه جموع صغير الدفوع قلت لينا اخويا ابراهيم كاين ياك هذا قول لي كاين الله يبارك دافعت على ميلاد دافعت ياك اخويا على ميلاد باش نشاركوا مع المشاهدين اللي كاين الله يبارك راه جموع صغير نعجات زينات تبارك الله ايوا هذا قول لي كاين بالنسبه للعايب ما كاينش ياك ايوا هذا قولي باش نعرفوا يعرفوا المشاهدين هذاك الشيء بالتفاصيل اذا اللي يحتاج شي حاجه راه خاص يتصل هذا هو لي الله يحفظك قول لنا النمره ديالك ولي يحتاج امراه مرحبا اييه قول لنا النمره ديالك 06 65 42 28 12 راه اللي بغى سي ابراهيم راه يتواصل معاك ان شاء الله الله يبارك المليح المليح اخويا راشد زينات تبارك الله وكاين دفوع تبارك الله الله يبارك وعمر 14 اييه شي حاجه مليحه ياك النمره نعاودوها ولا ديال ابراهيم سير الله يسخر اخويا راشد شي حاجه مليحه اييه اللي بغى من المشاهدين راه يتواصل معاك ان شاء الله الله يسخر لكم اخويا يجيب التيسير تبارك الخوت المليح تبارك الله سيوت صباح الخير شي مزيان مليح اخويا الله يبارك حاولي مقرقع تبارك الله الاخوان شحال عطاو خويا يوسف 4000 درهم هي اللي كاينه ياك الله يبارك لا حاولي زين تبارك الله ومقدر مليح الله يبارك 4000 درهم اللي كاينه اخويا يوسف والبيع شحال قلت اليوم 90 ياك 4500 واش داير في السنه اخويا يوسف ربيع ياك فر لينا السنه يوسف خويا الله يبارك ربيعي الاخوان 4000 درهم راه كاينه ايوا هذا قول لك الله يحفظك كي داير السوق اليوم اخويا مزيان ياك داخله السلعه ولا شويه والله يرحم فينا هذا الشيء لك الله يحفظك الله ينقرك تبارك الله عليك السي يوسف الله يحفظك اخويا راه ربيعي تبارك الله 4000 درهم راه المعطى والبيع راه 4500 هذا الشيء لك الله يحفظك هيا الله يسخر لك اخويا الله يجيب تيسير الله يبارك حاولي زين تبارك الله هذا قولي كاين الله يبارك الخوت رانا عجم توما الخوت الله يبارك صعب كبير كي داير اخويا كلشي مزيان الامور هانيه الله يحفظك اخويا اش والد اش والد هاد الخير خروف حوليا ياك والد الاخوان خروف حوليا والنعجه اش دايره في السنه اخويا الساتيه تبارك الله الله يبارك راه الساتيه راه والده خروف حوليا الاخوان الله يبارك شحال عطاوك صعب كبير 104 ياك 5200 درهم الخوت اللي عطاو الله يبارك راه خروف حوليا زينه تبارك الله وليدات زينين النعجه راه ما ميصلاش شويه بزاف هذا دوالي كاين الخوت راه والده خروف حوليا وليدات مليح تبارك الله والنعجه راه شويه ابراهيم ياك اخويا النعجه ما كايناش اخويا لا الخروف اما الخرفان راه زوينين تبارك الله هذا هو اللي كاين الله يحفظك اخويا عبد الكبير تحياتي لك كنشكروك اسي ومايك هاني اخويا ولا كلشي مزيان الله يحفظك شحال عطاوك اخويا 26300 درهم على الخوت حوليات زينات تبارك الله هذوك السابيات ياك
ديال السمينه هكا هكا على جوج جوايه كسابيات الاخوان اللي بغى يكسب واللي بغى يسمن الاخوان اللي بغى يدخل الكوري هذا هو اللي كاين الله يبارك راه 1300 كاينه ولا البيع اللي باغي تا كاينه ياك ايوا هذا هو اللي كاين الله يبارك 26000 الخوت المع طالع عاطين دابا دوره اللي بغى يكسب واللي بغى يدخل التسمين الله يبارك الله يحفظك اخويا الله ينقرك الله يسهل عليك.